الفنان هاني سلامة، أهلا بيك معنا في بوابة أخبار اليوم، وإحنا بنبارك لك على مسلسل فيلم سوري الراهب اللي مفروض بتهيألي أنتوا خلاص تصوير ولا لسه؟ لا لسه مخلصناش. طيب نتكلم، كلمنا عن الفيلم خصوصا أنه هو مع شركة إنتاج، هي لسه في بدايتها، شركة ميد نايت سان مع المنتج حسين مهدي. هو فيلم بيتكلم عن عالم الرهبنة، بيتكلم عن طلاب الرهبنة، المرحلة اللي هي قبل تنصيب الراهب يعني. بيتكلم عن العالم ده، وشايف ان يمكن ده اول فيلم في تاريخ السينما المصريه يتكلم عن عالم الرهبنه، او يتكلم على شكل الرهبنه بشكل عام. وشايف ان هو مهم جدا، لان في النهايه احنا اول بلد، او احنا اصل البلاد اللي في العالم يعني، احنا اللي صدرنا الرهبنه للعالم كله يعني. فعيب قوي ان نبقى احنا اول ناس في العالم اللي صدرنا ده وما عملناش حاجه دراما، او ما عملناش حاجه فيلم يبين اصلنا وعظمتنا وتاريخنا. احنا مهد الحضاره ومهد الاديان كمان يعني. ففي النهايه انا جاي بتكلم على واقعي، على مصريتي، على اصلي يعني. فاتمنى يا رب انه يوصل للنور، لان مهم ان في الفتره الجايه دي ان يبقى في نوعيات فن بشكل عام، في جانب تنويري للناس يعني. ما كانش مقلق بالنسبه لك شويه انك تقدم فيلم فكرته بتقوم على الرهبنه ويكون ليه جمهور معين مثلا؟ مش كل جمهور يعني. شفتها ازاي الجزئيه دي بالنسبه لجمهور السينما؟ يعني بص هقول لك حاجه، يعني انا يعني ما بيشغلش بالي قوي فكره هيتشاف من كميه كبيره ولا من كميه صغيره، لان انا مقتنع ان اللي يعمل ده الفيلم نفسه، الفيلم كويس ولا مش كويس، الفيلم حلو ولا مش حلو. وكم من الافلام اللي اتقال عليها بالورقه والقلم مواصفات نجاح وبعد كده ما بتنجحش، والعكس صحيح. وفي النهايه انا عايز اعمل فيلم، او عايز اعمل فن يعيش، مش عايز اعمل فن يتشاف النهارده وبكره يتنسي. قدمت كمان في رمضان اللي فات في مسلسل الداعيه، وبرده في عز جبروت، او مش جبروت، في عز وجود الاخوان، فانت قلت لهم انتم كذا. شفت برده التجربه دي ازاي؟ وعايز اعرف كواليسها بالنسبه لك، كنت متوقع كمان ليها ايه؟ انا عملت التجربه دي من ايماني بان دوري في المرحله دي ان انا اقدم عمل تنويري للناس، بالذات الفتره اللي فاتت دي، الثلاث سنين اللي فاتوا دول وقت الثوره يعني. طلع علينا كم من الدعاء اللي كله طالع بيفتي، وكله طالع بيتكلم، وكله طالع بيحاسب، وكله طالع يعني شايف نفسه اللي هو خليفه ربنا على الارض. فكان مهم انك انت تعرفي او تتكلمي على الموضوع ده، تناقشي الموضوع ده. طلع، فكان عندنا في الفيلم، في المسلسل، الجانب طلعين جانب المتشدد، وبعد كده الجانب الوسطي اللي هو في النهايه اللي كلنا بننتمي لكل العالم الاسلامي السني يعني بينتمي ليه، اللي هو الازهر الشريف يعني في النهايه. هل هنشوف هاني سلامه الفتره اللي جايه في مسلسل درامي او في رمضان 2014 وما بعد؟ في 2014 لا، ما مش هلحق يعني، ان شاء الله مش هلحق. حاجة أخيرة أو تعليق على الأخير على الوضع الحالي اللي احنا عايشين فيه، وكمان اللي هو الوضع في مصر سياسي، إن شايفه إزاي؟ ده كلام كتير قوي ده. خلينا نتكلم بما يخص النهارده يعني. اللي انت بتقوليه ده علشان اجاوبك عليه، ما عنديش مانع بالمناسبه ان انا اجاوبك يعني واقول لك رايي كل حاجه، بس ده هياخد علشان اتكلم فيه بشكل مظبوط وتوصل الكلام مظبوط، لازم اشرح فيه حاجات كتير، او لازم اتكلم فيه بشكل كبير، فمش عايز اتكلم فيه دلوقتي. بالنسبه لترشح الفريق او المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسه، وفي ناس معه وفي ناس مش مع ذلك، وفي ناس هو دلوقتي لحد دلوقتي ما اعلنش بشكل رسمي، والناس برضو لسه مش فاهمه حاجه، انت شايف برضو الموضوع ده ازاي، ترشح المشير للرئاسه، وهل تعتقد ان هو هيترشح؟ انا اتمنى ان هو يترشح، وانا شايف ان هو طبعا لسه ما اقدرش احكم بنسبه 100% او اجزم لك بنسبه 100% لما اشوف البرنامج ايه. بس انا بشوف انه هو من الناس اللي ما بتتكلمش كتير يعني، من الناس اللي افعالها اكتر من كلامها. واحنا الفتره اللي فاتت دي شفنا ناس كتير قوي بعد 25 يناير طالعين بيتكلموا، وطالعين عاملين فيها يعني سوجية، وعاملين فيها عظام وكل حاجة، وفي ناس طالعة، وبعد 30/6 ما انت عند كل مرحلة كده في ناس تطلع تطبل للمرحلة دي يعني، تمام. فأنا شايف ان احنا يعني خلاص كفاية كلام، وكل واحد عمال بيتفلسف، وكل واحد نشتغل بقى، نعمل بقى يعني خلاص عرفنا ونشتغل يعني. شايف ان يعني مصر دلوقتي محتاجة حد يشتغل، ومحتاجة يشتغل كويس، ومحتاجة حد
ما مش بتاع كلام كتير، ما يقعدش يتكلم كتير وينفذ فعلا، ومحتاج حد يقوم بالبلد بقى يعني بشكل او باخر، يعني يعمل يبني مؤسسات يعني. ان شاء الله.